نروح بقى لمنتخب الصالات، وهيدخل منتخب مصر لكره الصالات معسكر مفتوح في الفتره من 3 لحد 10 اكتوبر استعدادا لخوض التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه اللي هتكون بدايه العام المقبل. بيستهدف الجهاز الفني بقياده كابتن هشام صالح متابعه الحاله البدنيه للعيبه، وكمان كده تجربه بعض العناصر اللي تم ضمها لصفوف المنتخب مؤخرا. اختار بقى الجهاز الفني للمنتخب قائمه بتضم كل من محمود شوبير، جمال عبد الناصر، احمد فكري، مصطفى عيد، علاء دونجا، محمد سعيد، محمد جمال حداد، عبد الرحمن بودي، خالد مارادونا، محمد فتحي، محمد عبد الحميد كوكي، محمود عبد الخالق كاريكا، ابراهيم سعيد، خالد يسري، واحمد جعيدي، احمد عبد القادر موزة، واحمد مصطفى فرج. كل العناصر دي المفروض ان هي تنضم للمعسكر المقبل. وبيدرس الجهاز الفني للمنتخب إقامة معسكر مغلق في الأيام المقبلة لتجربة كده العناصر الجديدة والوصول أكيد لمعدل مناسب من الانسجام والتجانس بين اللعيبة القدامى واللعيبة الجدد.